الدكتور يحيى الفخراني، وحوار يعني أنا فعلا برضو مستمتعة بيه جدا، ونفسي طول ساعات وساعات. النقاش السياسي في بيتكم محتدم مش كده ولا آه إيه؟ طبعا أنتوا بيت سياسي، البركة في الميزة. البركة في لا أنا مش لا أنا مش أنا شوفي أنا رأيي إن كل الناس سياسيين، مهنتنا أساسها سياسة بس اندايركت، يعني مش مباشر. يعني انت لما بتعملي فيلم مثلا فيه عريس وعروسه مش لاقيين شقه، ما هو ده سياسه. طب طابور رغيف العجل، ما هو ده سياسه اندايركت، يعني غير مباشر. يعني لميس اتربت في عيله، احنا عيله مصريه تقليديه، يعني ابويا وامي، ما يعني انا فاكر اللي هو ماشيين جنب الحيط، ماشيين العيلة ملناش في ده. المصرية اللي ملهاش في يعني حاجة. انا فاكر انا لما الملك فاروق اتشال، اعتقد مش عارف كان كنت كام سنه، مش فاكر، 5 سنين ولا حاجه كده، بس فاكر ان امي عيطت عن الملك فاروق، لان ما فيش ان في ثوره جايه ولا طبعا بتاع. لميس عيلتها مختلفه، ثورجية ابوها من لا لا، صغرها. واحنا حتى واحنا في طلبه كنت كذا مره اقول له تطلع من ورايا للمظاهرات وحاجات كده، وزارات اقول الطلبة لها اللي هي بتاعت السبعينات بتاعت بقى. السبعينات، واقول لها انت. وكانت حتى بالمناسبه اللي بيقولوا عليها اللي بيهاجموها الناصريين، في يوم من الايام احنا ما كناش هنتجوز بسبب جمال عبد الناصر. ليه بقى؟ لانه احنا طلبه، ومات جمال عبد الناصر الله يرحمه، قعدت لابسه اسود 40 يوم، فقلت لها انت فاناتك، ده مش طبيعي. لابس اسود على جمال عبد على الناصر جمال عبد 40 الناصر يوم. 40 يوم. يوم لما قرت الـ 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 لما بدأ بقى تكتب الملك فاروق، في يوم انا فاكر كويس قوي، قمت لقيتها عينيها دي قعدت تعيط طول الليل لما قرت محاكمات الثوره، وقرت بقى وعرفت ان كان في ناس، كان في حياه شكلها ايه، ولقيت انها كانت مغيبه، فتعبت جدا. فلميس هي بقلبها، بس بقلبها في السياسه قوي يعني. وده اللي على فكره انا رايي ده اول ريسك فاكتور زي ما بيقولوا، على صحتها. على صحتها. عمرك كنت بتقول لها بالذات في الفتره الاخرانيه الاخوان وما بعد الاخوان، اهدي شويه التهديدات اللي كانت بتجي لها؟ زي ما انا بقول لك، بالنسبه زي مولادي كده، كل واحد دماغه هو حر فيها. بس لميس غالبا بتقرا لي اغلب الاوقات، تقرا فعلا. لي. فيوم انا فاكر في عز الثوره، فلقيتها كاتبه مقال، وهي كانت من اول الناس اللي قالوا، كتبت مقال تحيا القله المندسه، وكانت مع الثوره دي جدا، وبعدين كتبت مقال ضد العدل بشكل قاسي جدا، لدرجه ان في اصدقاء كلموني قالوا لي لا، يعني ده لو خبطت في مبارك الرئيس بس ما مبارك تخبطش ما في تخبطش حبيب العدل. في العدل مظبوط. بتاعه كده، وما قلتلهاش لانه مش عايز احجر على فكرها يعني. بس انا فاكر اليوم ده ان انا لما قريت المقال اتخضيت جدا الحقيقه، وحسيت بالصدق، وانا كنت مع احساسها اللي كتبت بيه ده، بس عارف بس ما ينفعش انك تقولي كده دلوقتي. قلت لها لميس انت ما ينفعش، مش دلوقتي، استني لما الدنيا تبقى الموجه اقل، لانك ما تقفيش قدام الموجه كده توقعك. فنامت وصحيت تاني يوم الصبح، قالت لي انا لو ما كتبتش ده هموت، ايه رايك بقى؟ قلت لها خلاص اكتبي بس استحملي. وفعلا اتشتمت شتايم، استحملت كتير. لما جت تراجعت وبطلت كتابه، قلت لها مش قلت لك؟ يعني ما هو ما بي، فهي بتقول احساسها بشكل مش محترف. بس يعني هي الناطقه باسم البيت. انا هو يمكن الفرق، عارفه ايه؟ لميس قرت كتير قوي في التاريخ، واحساسها السياسي عالي شويه. انا الفرق بيني وبينها ان انا بستنى لغايه ما ابقى موقن او متثبت. زي ايه؟ ما تيجي تقولي لي طب اعمل عمل فني عن ما يحدث في مصر الان، اقول لك ما ينفعش، محتاج وقت، لازم لغايه ما تظهر الحقائق جليه عشان يبقى عمل فني. بس عمرك ما فكرت تسيب البلد في اي لحظه من اللحظات؟ لا انا عندي مشكله في الحكايه دي. انا جالي فتره قلت طب افرض ان هم الاخوان، لان كانوا بيقولوا كلام طبعا كان مش حقيقي، بس الواحد برضو كان بيقول طب افرض طلعت في دماغهم ان هم الفنانين دول يطردوهم، زي لانهم طلعوا شيوخ وحاجات كده، يقولوا يسيبوا ويمشوا.
طب انا اعمل ايه؟ ده انا عندي يعني انا كنت بكتب في عقود الفنيه زمان لما نعمل مسلسل ولا فيلم بره يعرض في مصر اولا. لا لا غير مصر اولا، ده للاعمال الفنيه، لكن ان انا ما اقعدش كتير بره بصور، لان بيجي لي هوم سيكنس مرضي. هوم سيكنس مرضي؟ مرضي يعني فعلا احس بتعاسه وممكن اعيا لو انت بعيد عن مصر. بعيد عن مصر. فتخيلت ان انا مش هقدر اقعد في مصر، فقلت طب اختار السجن في مصر، وبدات احسبها ولا اطلع بره واعمل مجتمع ولا ايه. بقيتش مش قادر اقرر. فممكن تختار السجن جوه البلد، جوه البلد، عن انك انت ترحل وتسيب البلد. اكيد. انا سمعت لك على الانترنت كده وانا بدعبس في الحاجات قصيده صلاح جاهين العظيمه على اسم مصر. ولما سالنا بهاء الوال استاذ الكبير صلاح جاهين كتبها امتى، قال لك كتبها كان في موسكو كان تعبان عيان. سمعتها بصوتك، تذكر كتبتها قريتها ليه بصوتك؟ انا فاكر ان انا فاكر يعني لما قالوا لي يعني عشان اقول دي، قلت طب انا قلتها امتى؟ كان صلاح جاهين الله يرحمه عايش ولا متوفي؟ وقلت الله طب انا هو لو عايش طب ما قالهاش هو ليه، لان انا سمعتها بعد كده بصوته هو يعني. فسالت الاستاذ بقى فقال لي ان هو كتبها فعلا في موسكو وكان حابب اسم مصر بس. انا طول عمري حتى اقول ايه يعني، معروف ان مصر جمهوريه مصر العربيه او دلوقتي جمهوريه العربيه لا قبل كده جمهوريه العربيه المتحده. كل دي عارفه زي ايه؟ زي لما تقولي ابناء الاعزاء شكرا، وبعدين لما نيجي نتكلم اقول بابا عبد. بابا عبد مظبوط. فانت لما تيجي تتكلمي عن مصر تقولي مصر، لانها عربيه او افريقيه او عالميه، فهي مصر. فكان دايما اقول الله طب ليه ما بيسموهاش مصر بس، كلمه مصر ايجيبت. طب ممكن تقراها لنا يا استاذ يحيى؟ يعني كان صوتي اصغر من كده بس يعني. على اسم مصر التاريخ يقدر يقول ما شاء، انا مصر عندي احب واجمل الاشياء، بحبها وهي ملك الارض شرق وغرب، وبحبها وهي مرميه جريحه حرب، بحبها بعنف وبرقه وعلى استحياء، واكرهها والعن ابوها بعشق زي الداء، واسيبها واطفش في ضرب وتبقى هي في ضرب، وتلتفت تلاقيني جنبها في الكرب، والنبض ينفض عروقي بألف نغمة وضرب على اسم مصر. مصر النسيم في الليالي وبيعين الفل، ومراية بهتانة على القهوة أزورها وطل، قال النديم طل من مطرح منا طليت، ولقاها برواز معلق عندنا في البيت، فيه القمر مصطفى كامل حبيب الكل، المصري باشا بشواربه اللي ما عرفه الذل، ومصر فوق في الفراندا واسمها جولييت، ولما جيت بعد روميو بربع قرن بكيت، ومسحت دموعي في كمي، ومن ساعتها وعيت على اسم مصر. مصر السما الفستقي وعصافير معدية، والقلة مملية عالشباك مندية، والجد قاعد مربع يقرا في الجورنان، الكاتب المصري ذاته مندمج في مقال، ومصر قدامه أكتر كلمة مقرية قريتها من قبل ما أكتب اسمي بإيديا، ورسمتها في الخيال على أبدع الأشكال، ونزلت أيام صبايا طفت كل مجال زي المنادي، وفؤادي يرتجف بجلال على اسم مصر. الله 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 الله. صلاح جاهين طبعا.